ايه الحالات اللي فيها يلغى الامتحان، او ايه الضوابط اللي اثناء الاجابات في وقت الاجابة يحظر على الطالب ان هو يرتكبها، او تبقى ممكن تخلينا ناخد اجراءات ضده؟ اولا سوء سلوك. سوء سلوك يعني وقفت عملت سلوك مش كويس مع زميل في اللجنه او مع الملاحظ في اللجنه وتعمل لك محضر، هتحرم من الامتحان. ده انا بنصح ولادي بهذا الكلام، واحنا برضو الملاحظين انا في توجيهات صادره ان الولاد دول ولادنا كلنا وابنائنا، يا اما ابنك يا اما اخوك، فده هيلاقوه واضح جدا. لكن في نفس الوقت برضو الطالب يلتزم، ومعلش يعني لو في تفتيش ينصاع للتفتيش، ده ما فيش فيها اي مشكله خالص. احنا بنساعد بعض على تكافؤ، زي ما قلت لحضرتك، تكافؤ الايه الفرص. ده حيازه الموبايل، احنا هنفتش والولاد داخلين، لكن واحنا قاعدين في حد ممكن يمر في الطرقه معاه برضه العصايه الالكترونيه، علشان ده عادي جدا، حق الدوله وحقنا ان احنا نحفظ حقوق الناس وبعض. ده على امتى، فكره اثناء وهو بيجاوب يعني؟ احنا في الطرقه ما بين هو قاعد في تخطيطه، وهو انا 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 ماشي في الطرقه، ايه المشكله ان انا معايا العصايه؟ لو العصايه صفرت اعمل ايه؟ قول لي بقى حضرتك لا انت ازاي؟ معلش يا فندم، الاولانيه حضرتك محق فيها 100%، تمام. التانية لو انا عندي فتره الاجابه على الامتحان العربي مثلا قد ايه؟ 3 ساعات. 3 ساعات، وانا بجاوب في ال3 ساعات يعني نجيب العصايه ونمشيها على الولاد؟ لا انا مش همشيها الولاد، انا همر بالطرقه بس. هو المرور في الطرقه يكشف الفصل جوه فيه ايه؟ لا الطرقه في داخل اللجنه، يعني انا عندي لجنه قصدك ما بين ما الديسكات بين يعني. الديسكات. ايوه ما بين الديسكات. لو فرضنا بقى طب ما العصا حضرتك صفار، فتشت وهو بره يعني. لا انا بقى يعني بص بقى معليك يعني ايه، في حيل كتير قوي الولاد بيدخلوا بيها على طب فكره ما الاجراءات. ندقق في التفتيش بره ونسيب الولاد تركز يعني جوه. بص احنا حريصين عليهم زي حضرتك بالظبط، ما تقلقش يعني، انا حريص على امانهم طب ارجو وانهم مراجعه هذا الاجراء، معلش يا سياده الوزير، خلي يا بالك فندم. انا ابني في الثانويه العامه، فانا لو حد عمل واحنا معاه كده لا ما اعتقدش ان انا هعديها. احنا مش هنيجي ناحيته اصلا، ما هو ولا حضرتك ولا يعني ولا العصايه ولا اللي ولا بتعدي وتصفر دي ما يعني مقلقه الحقيقه. واذا لو صفرت اسيبه؟ ما هو سؤال حضرتك يعني. فتشته في الباب وهو داخل، طب ولو ما اتصفر وهو جوه اعمل ايه؟ خلاص انتهى الامر، التفتيش الاداري وقع عند باب المدرسه، ما فيش يعني بقى داعي لتفتيش اخر. ليه يعني؟ عشان ايه؟ معلش بقى انت انا متهيألي ان احنا كده لا نثق في من يفتش على الباب، هي نقطة حبيبي يعني جوهرية بصراحة. يا استاذ خالد، في اساليب كتير جدا انا بس مش عايز اذكرها، ان ولادنا ممكن في تحايل في ان هو يدخل بالموبايل، معلش يعني. يبقى احنا لا نجيد التفتيش الإداري على الباب. مش هقولها كده يعني، لا مش هقولها كده، انا بس معلش بعد اذن حضرتك، انا من حق الدولة ومن حق الناس انها تضمن تكافؤ الفرص خلينا لولادنا. مختلفين في النقطة دي، انه مش من حق التفتيش اثناء الاجابة، لكن برضو حضرتك صاحب الكلام القرار ده لا، لو عطلته يبقى يعترض، انا ما بعطلوش، انا ما بعطلوش خالص. تمام. ده انا ده المسافة بين الديسك والديسك متر ولا متر وشوية، الملاحظ ماشي فيها، ايه المشكلة يعني؟ انا يعني علشان ما في سماعات بتشتغل وفي واي فاي بيبقى موجود، كل ده انا المفروض حضرتك لو ليك ابن في ثانويه عامه تقول لي برافو عليك، انت كده بتخلي ابني يضمن حقه ومحدش تاني يغش ويجيب مجموع اكبر منه. ماشي، خلينا مختلفين في النقطة دي لو سمحت لي بكل أدب يعني، لكن أعتقد أن التشتيش على باب المدرسة من المفروض أن يجوب بكل هذه الإجراءات. خلينا ندخل ولما ابني يجي الساعه 9 ده، خلاص احنا بقى يعني اختلفنا في الرأي سيادة الوزير بكل أدب لو سمحت لي.